إن هذا النبي أرسله الله ليصحح العقائد ويصلح الأعمال ويهذب الأخلاق عجبا لبعض أمتنا. وقلت في بعض المناسبات زار السفير الأمريكي حمد النيل وقال أعجبت بما رأيت هناك. ما الذي يفعل هناك؟ يطاف بالقبر ويسأل الميت المدد، أيرضى عنك يهودي أو نصراني وأنت على طريقة رسول الله؟ أفيقوا إلى متى هذه الغفلة؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقديما نقدنا ذاك الذي قال جلسنا مع الكونغرس والصف الأول من أهله وأخبرونا أن التصوف هو الوسط وهو المقبول. جلسنا مع الإدارة الأمريكية، البيت الأبيض، الصف الأول، الكونغرس، الصف الأول، الأمن القومي، الصف الأول، الخارجية الأمريكية الصف الأول، ومراكز بحثية وكنائس في ورشة عنوانها مرتكزات التطرف الفكرية. هذه الورشة خرجت بأن التصوف هو الإسلام المعتدل وينبغي التعاون ما بين الغرب على مظلة التعايش السلمي بين الأديان، على مظلة تبادل المصالح والمنافع حتى نحقق السلام. قلنا لهم راجعوا أنفسكم واتقوا الله ربكم. نبي الله قال إذا سألت فاسأل الله. هذه ليست توجيهات حزب أو طائفة أو جماعة أو أمير، إنها من سيد الخلق رسول الله. إن كنتم له تحبون وتجلون فأطيعوا أمره. منع أن يسجد له، ونحن نرى من يسجد للبشر في بلادنا. الشيخ ماشي بين الحيران ويأتي من يسجد بيننا سجود. وسيدنا رسول الله يقول يا معاذ إنه لا يسجد إلا لله. وهذا الحد، حد الرجم الذي أقامه رسول الله. يأتي بعض الذين ينتسبون إلى الفكر زعموا والاستنارة العلمية والثقافة ويقولون هذه وحشية وهذا يحرجنا مع المجتمع الدولي ويحرجنا مع الغرب. عجبا لكم تريدون رضا الله أم رضا هؤلاء؟ تستحيون من أمر فعله سيد الخلق رسول الله؟ غدا سنلقى الله، غدا سيأتي رسول الله إلى الشفاعة العظمى يوم يقول الأنبياء نفسي نفسي. غدا نحشر ونسأل بين يدي ربنا، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين هل أعددتم لهذه المسألة جوابا؟ شريعتي وحشية وسنة رسولي وحشية. والغرب يسحق ويبيد ويدمر ويقتل ولا أحد ينكر ولا أحد يتكلم. قد امرئ في غابة جريمة لا تغتفر وقتل شعب مسلم مسألة فيها نظر. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك.